استغفر الله العظيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بإصبعي السبابة والوسطى. جمعية البر الخيرية بظلم عندهم وقف، وهو في مكة المكرمة في أطهر بقاع الأرض، والوقف هذا تابع لعدة مسارات من ضمنها كفالة اليتيم. فأحث نفسي وأحث من يشاهدنا ومن رجال أعمال، من سيدات أعمال، من مقتدر، بأن يتبرع في الوقف. وأيضا اللي ما يستطيع يتبرع في الوقف ينشر، خاصة أن الأمور بسيطة وأنت في بيتك تتبرع بطريق الجوال، ما تقدر انشر في جميع مواقع التواصل الاجتماعي. والدال على الخير كفاعله. وسلامتكم. خير والله. جزاك الله خير. مؤقت. لا لا بيجون الشباب بعد ليش تفك؟ وليد ما مسرحية عند اليوم الوطن؟ في مسرحية. مسرحية في ما كلمك سعود ولا ضبط؟ كلمنا بس ما سوينا شيء. والله في فكرة بس ما تسويها.